السلام عليكم. ماذا تفعل إن كنت غير قادر على إنجاز كل مهامك اليومية؟ معاكم درويش معوض، وأهلا وسهلا فيكم بعد الحلقة. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. واللي لسه ما شرفني واشترك بالقناة ياريت يشرفني ويشترك بالقناة ويفعل زر الجرس على أساس توصلوا الحلقات القادمة إن شاء الله. خلينا أقول ببداية هذه الحلقة إنه كتير جدا من المحترفين بالتخطيط لبرامج أعمالهم اليومية هم نفسهم غير قادرين على إنجاز كل أعمالهم اليومية بنهاية يوم عمل عادي. فمهما كنت محترف بتخطيط برنامجك اليومي وكل الجهد اللي راح تبذله بإنك تخلص كل أعمالك اليومية، لسه في احتمال إنك ما تقدر تخلص كل أعمالك اليومية. عدم إنجازك لبرنامجك اليومي مع التخطيط المسبق هذا راح يؤدي إلى نوع من أنواع التوتر. هذا التوتر توتر عادي إلا بحالة إنه أنت في كل يوم مش عمالك تقدر تنجز برنامج عملك اليومي، هذا التوتر ممكن يصير توتر مزمن ومتزايد، وهذا اللي راح يؤدي إلى القلق والاكتئاب والأمراض النفسية. وعشان تتجنب هذا التوتر العادي إنه بالمستقبل ما يصير عندك قلق واكتئاب وأمراض نفسية، لازم تعرف إنه مشكلتك مش لأنه أنت ما قدرت تنجز أعمالك اليومية، مشكلتك إنه أنت مش عارف ليش مش قادر تنجز أعمالك اليومية. من الأشياء اللي ممكن تخلينا ما ننجز كل أعمالنا اليومية هي الأشياء الطارئة اللي ممكن تحدث في يومنا العملي. مثلا أجاك تليفون من الشركة إنه عندك اجتماع، هذا الاجتماع الطارئ أخر لك كل أعمالك اليومية. أجاك تليفون من البيت إنه لازم تروح على البيت بسرعة، أخر لك كل أعمالك اليومية. هذه القضايا الطارئة يا جماعة ما لازم نسوي عنا توتر يوصل لدرجة القلق والاكتئاب والأمراض النفسية. ومن الأشياء اللي ما بتخلي الناس تنجز برنامج عملها اليومي هو التشتت الذهني وعدم التركيز. بتلاقيهم مش مركزين بدراستهم، مش مركزين بعملهم، بتلاقيهم عمالهم بودوا مسجات وبيستقبلوا مسجات وبيتكلموا شو بدنا نأكل بكرة، وين بدنا نروح نشرب قهوة، ومين بدنا نزور، ومين بده يجي يزورنا. فهم مش مركزين على شغلهم ولا مركزين على دراستهم. مثل هذه الناس عمرها ما راح تقدر تخلص برنامج عملها اليومي، وراح يضل في عندها توتر، وهذا التوتر ممكن يصير توتر مزمن ومستمر وممكن يؤدي إلى القلق والاكتئاب النفسي والأمراض النفسية. ومن الأسباب اللي بتخلي كتير من الناس ما تقدر تنجز أعمالها اليومية إنها حط أعمال يومية كتير جدا في برنامجها العملي، وخاصة الناس المتحمسين. فبتلاقي إنه بقول لك إنه أنا بقدر أسويك وبقدر أسويك، لكن في نهاية اليوم بتلاقي هاي الناس مش قادرة إنها تنجز كل برنامجها اليومي. هذا كمان ممكن إنه يؤدي إلى التوتر. إذا هذه الناس ظلت تحط يعني أعمال كتير في برنامجها اليومي وكل يوم هي مش قادرة تخلص برنامجها اليومي، ممكن هذا يقود إلى التوتر المزمن والمتزايد اللي بيؤدي إلى القلق والاكتئاب والأمراض النفسية. وكمان من الأسباب اللي بتخلي كتير من الناس ما يقدروا ينجزوا أعمالهم اليومية هو سوء مهارتهم بالتفويض. فبدهم هم يسووا كل الأعمال، سواء الأعمال المهمة أو الأقل أهمية أو الأقل أهمية. في نهاية يومهم العملي بيلاقوا أنهم هم ما قدروش ينجزوا حتى الأعمال المهمة. هذا بيؤدي إلى أنه يصير عندهم توتر. هذا التوتر إذا كان على طول وكل يوم هم مش قادرين يخلصوا أعمالهم اليومية المهمة والأقل أهمية، هذا التوتر ممكن أنه يؤدي إلى القلق، وهذا القلق ممكن يؤدي إلى الاكتئاب والأمراض النفسية. إذا أنت كنت مش قادر أنك تنجز كل أعمالك اليومية في كل يوم، إذا أنت مشكلتك الحقيقية مش أنك أنت مش قادر تنجز أعمالك اليومية، أنت مشكلتك الحقيقية أنه أنت ليش مش قادر تنجز أعمالك اليومية. بهيك حالة لازم أنت تقعد وتفكر وتشوف إيش المعوقات، إيش الأسباب أنك أنت مش قادر تنجز كل أعمالك اليومية. وأرجو أن أكون وضحت بنهاية هذه الحلقة علاقة عدم إنجازك لبرنامجك العملي كل يوم بالتوتر. ومثل ما بقول دائما أني أنا قضيت وقت ممتع جدا بالتسجيل هذه الحلقة، وإن شاء الله يا رب تكونوا أنتم كمان قضيتوا وقت ممتع بمشاهدتكم هذه الحلقة والحلقات السابقة. وإذا أعجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس واتركوا لي تعليقاتكم بالأسفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.